خالد يعاني من مرض من صغره، أجرت له عدة عمليات، زادت حالته في الأواني الأخيرة، أصبح طريح الفراش، وكذلك بدأ وزنه يزداد يعني يوما بعد يوم، فوصل الوزن هذا، وإن شاء الله نتمنى له الصحة والعافية. حقيقة شعور لا يوصف، واللحظة هذه لحظة منتظرة من زمان، يعني من فترة سابقة، ولكن الملك الله يحفظه ويطول عمره. يعني حقيقة وجه وزارة الصحة بعمل كافة المستلزمات لنقل المريض وليكن بالطريقة الآمنة.